للمزيد حول هذا الملف ينضم إلينا من بغداد الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني. مرحبا بك سيد عبد الرحمن. بداية، لماذا سربت موازنة مسودة موازنة 2021 وما اللافت فيها من وجهة نظرك؟ يعني أنا الحقيقة أستغرب من تصريح السيد وزير المالية بامتعاض عن تسريب هذه الورقة. أنا أعتقد أن الورقة تسريبها أمر مقصود كبالون اختبار، لأن عملية التغيير وعملية الاستقطاعات والأرقام التي كانت بها صدمة، فتحتاج إلى التمهيد المسبق قبل مناقشتها في مجلس الوزراء ومجلس النواب. يعني لا أعتقد أنه في هذا الأمر شيء جديد. إضافة إلى ذلك أن السيد وزير المالية صرح أكثر من مرة بتغيير سعر الصرف إلى 150 إلى 1500 أو 1600، وورد ذلك أيضا في الورقة البيضاء اللي أشار لها، ورد الرقمين تغيير سعر الصرف وكذلك الحال بإجمالي موازنة عام 2021. الورقة البيضاء أشارت إلى 153 تريليون وهي جاءت ب 150 تريليون، فما الجديد في ذلك؟ طيب، حتى تمتعض وزارة المالية؟ أنا لا أعتقد أنه هذا الأمر جديد. ما ورد في الموازنة أنا أعتقد أنه هذا أمر كارثي وخطير على الاقتصاد العراقي وعلى المواطن العراقي بالدرجة الأساس. البلد يشهد أزمة اقتصادية حال حال كل بلدان العالم المتقدم والنامي، والأزمة مستمرة وستطول يعني على الأقل إلى المنتصف العام القادم. بالتالي يفترض أن تكون الموازنة تقشفية، لا أن تأتي بأرقام انفجارية، وهي حتى في الظروف الاعتيادية لم تنظم. سيد عبد الرحمن إذا تسمح لي، هذه الموازنة طيلة السنوات. أنت تتحدث عن الأرقام، يعني من المفترض كل 100 دولار راح تكون 140 ألف دينار عراقي حسب المسودة المسربة، 145 وقد تصل إلى أكثر من ذلك كما تحدث خبراء. لا هذا إلى أين، يعني أنا سؤالي إذا تسمح لي، ما الذي يعنيه، ما الذي يعني هذا الرقم؟ تفضل. هذا الرقم هو الدولارات التي تستلمها وزارة المالية عن بيع النفط وتبيعها إلى البنك المركزي. البنك المركزي سيبيع بسعر آخر، يعني قد يكون يبيع ب 150 أقل، 148 أو أعلى من ذلك. مقترح وزارة المالية أو رؤية وزارة المالية أنه هذا الأمر سيوفر لها 16 تريليون إضافي نتيجة فرق البيع. كانت تبيع الدولار ب 1182، اليوم راح تبيعه ب 1450. بالتالي هذا ممكن أن يحقق إجمالي الأرقام المحققة 16 تريليون دينار. لكن الملاحظة اللي ممكن تثير الاستغراب أنه لماذا هذا القفزة الكبيرة في سعر صرف الدينار العراقي، وبالإمكان رفع سعر بيع النفط من 42 دولار إلى 45، يوفر لنا 4 تريليون دينار. وأعتقد أن هناك أبواب أخرى ممكن أن تضغط فيها النفقات حتى يبقى السوق مستقر، لأنه زيادة سعر الصرف إلى 1450 لا راح تخلق صناعة ولا راح تخلق زراعة خلال الفترة القصيرة. وعدا عن ذلك أنه هو السيد وزير المالية صرح أكثر من مرة أن موازنة عام 2021 ستكون موازنة بنود، ستكون موازنة برامج وأداء وليست موازنة بنود. هي جاءت كوبي بيست نسخة عن موازنة 20 وموازنة عام 2019. لا يوجد شيء جديد فيها سوى تضخيم الأرقام والاستقطاعات التي وردت فيها. وهناك شيء جديد قد يلفت النظر عبد الرحمن، التقشف أو سياسة التقشف التي تمضي بها الورقة البيضاء. ما هي نسبة المغامرة في هذه الخطوة؟ أنا عندما أقصد بسياسة التقشف، أعتقد يعني اللي أقصده أنه أن تسير برنامج الحكومة مثل ما سارت عليه في عام 2020. في عام 2020 إجمالي النفقات وصل إلى 75 أو 76 تريليون، ومضت الحياة بشكل اعتيادي، سددت نفقات الرواتب والإجور، بالنفقات شراء الحبوب، النفقات الجانب الصحي، نفقات الدعم للقطاع الزراعي والنفقات الأخرى. بالتالي قدرة الحكومة على الصرف حتى بالظروف الاعتيادية هي لا تصل إلى 85 أو 90 تريليون. يعني ارجعوا اقرأوا الميزانيات الفعلية من عام 2006 إلى عام 2020، قدرة الحكومة على الصرف لم تتجاوز ال 85 تريليون. لماذا تصر الحكومة الحالية على بناء موازنة ب 150 تريليون؟ هي موازنة انفجارية في تاريخ كل العراق لم تنظم مثل هذه الموازنة، ونحن نعلم أنه ليست لديها القدرة على إنفاق نصف هذا الرقم أو توفير متطلبات نصف هذا الرقم.
ولماذا تكبد البلد بديون كبيرة وعجز كبير أكثر من 58 تريليون؟ من أين ستأتي بالأموال؟ هذا النقطة الخلافية. تشير بإيجاز سيد عبد الرحمن الموجودة بالموازنة إلى تخفيض الرواتب بالثلث. نعم، أشكرك جزيل الشكر الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، كنت ضيفنا، شكرا مرة أخرى.